مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك سعيد لجميع الأمة العربية الإسلامية، للشعب الجزائري خاصة. كل عام وانتم بخير، شكر الله سعيكم وغفر الله ذنبكم. مشاهدينا، اليوم حفلة خاصة بعيد الأضحى أو بأول أيام عيد الأضحى المبارك، ننقلها لكم مباشرة من قناة البلاد. يحضر معي زميل عبد الرحمن بالعالية. صح عيدك عبد الرحمن. سعيدك فاطمة الزهراء، كل عام وانت بألف خير، وكل عام والشعب الجزائري بأمته بألف خير. ينعاد علينا إن شاء الله بالخير واليوم والبركات. أمين. أكيد رانا باش نرافقوا مواطنينا ومشاهدينا في أول أيام عيد الأضحى. نعم. المبارك في هذه القعدة تاع العيد، اللي أكيد ما حش تكون غينا انا وياك وحدنا، كون معنا طبعا كما العاده. طبعا كما العاده عودناكم مشاهدينا ان نستضيف يعني ضيوف يعني ان شاء الله يعجبوكم، يلفقونا في طيله القعده، قعده العيد المبارك. مرحبا بك شيخ حمزه جزار. اهلا بك وبالطاقم المبارك والمشاهد الكريم، وهنئكم بعيد الاضحى المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات وكرات عديدة. آمين إن شاء الله. آمين. كل عام تبخير يا شيخ. الله يبارك فيك. نعم. أستاذ عبد الرحمن، معنا على يساري آسيا، رئيس جمعية الأطباء البياطرة. كل عام تبخير، سعادة بتواجدك معنا. الله يسلمكم وشكرا على الاستضافة. الله يخليك. نتمنى عيد أضحى مبارك لجميع الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بأسرها إن شاء الله. نعم. أيضا عبد الرحمن، تحضر معنا زميلة سارة أجعود. سارة أجعود اللي كانت لها اليوم كانت لها اليوم لمسة خاصة مشاهدينا، نقلت لنا أجواء العيد مباشرة من باب الواد، من حي كليمة فرنس. حي شعبي. نعم. حي شعبي. يعرف أجواء خاصة في كانت معنا مباشرة. شكرا لك سارة. شكرا لك. يعني أنا كامل كيف خلينا عائلتنا وجينا نعيد مع مشاهدينا. نعم. قال لك دبحت وجيت. نعم أكيد بصحته. نبدأ بشيخنا، نعاود نجدد التحية. مرحبا بك شيخنا. قلنا يعني لو تقدر تنقلنا كيفاش كانت أجواء العيد اليوم، كيف كانت الصلاة في إطار التدابير الخاصة اللي فرضتها الحكومة مع تداعيات أزمة خاصة وباء مع ارتفاع كورونا. الإصابات. نعم. يعني في الآونة الأخيرة. نعم تفضل شيخنا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وبعد أيها الكرام أيها الأحباب، أزف لكم تحيات الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجدد التهنئة. عيد مبارك، عيد أضحى كريم للجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا الله سبحانه وتعالى يقول في طيات كلامه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. هذا اليوم هو يسمى يوم الجائزة أو التتويج، لأن الله سبحانه وتعالى يتوج عباده بعد مواسم الطاعات، كما أن الله سبحانه وتعالى أعقب عيد الفطر بعد شهر وركن الصوم شهر رمضان، يعني أعقب كذلك عيد الأضحى بعد موسم الحج، وهذا الموسم العظيم وهذا الركن الخامس من أركان الإسلام. وعشنا البارحة يعني وقفة عرفة، وهذه الوقفة العظيمة الجليلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. أعظم ركن في الحج هو ذلك الموقف، ذلك يعني ذلك الموقف الذي يعتق الله فيه سبحانه وتعالى يعني جمعا هائلا من العباد. يعني هذا التتويج الذي أتى بعد هذه الوقفة هو عيد الأضحى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة وعيد الأضحى وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. يعني هذا عيد، واليوم يعني أول ما يبهج النفوس يعني حين يرى الإنسان هذه الجموع والوفود يعني صباح يوم العيد، وهم يتوافدون نعم على المساجد والمصليات والجوامع الكبار، يعني يجتمعون على إمام واحد، وهم يعني متطيبين متعطرين مغتسلين في أبهة نعم وفي زينة، يعني وهذا يعني هذا هو المقصد والغاية التي أرادها الله سبحانه وتعالى من عباده. وأيضا يعني الحمد لله، يعني لما ننظر إلى المساجد يعني والالتزام يعني بالبروتوكول
الصحي يعني لا أظن أنك تجد الآن مؤسسة منظمة كالمسجد. كما المساجد. أبداً. قطعاً يعني الحمد لله يعني يوجد التباعد والتعقيم والنعم ولبس الكمامة وغيرها من هذه الأمور، فالحمد لله هذه الأمور متوفرة والحمد لله والناس يعني انضبطوا بها يعني، وهذا يعني كما نقولوا هذا من حرصهم والإنسان لابد كما قال الله سبحانه وتعالى أليس منكم رجل رشيد، فالإنسان الذي يحمل هذه العدوى ويحمل الفيروس يعني هذا فيه ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يجوز الإنسان أن يضر بنفسه ولا بغيره، فلهذا الإنسان الحمد لله يعني المساجد اليوم يعني اليوم وحتى الأيام السالفة يعني في نظام نعم تنظيم محكم بإذن الله سبحانه نعم وتعالى. نعم شيخنا أيضا بالنسبة يعني للذبح العيد الأضحى شوفوا أنه بزاف عائلات جزائرية هناك عائلات معوزة كنصيحة يعني نقدموها للمشاهدين الكرام فيما يخص الصدقة فيما يخص مساعدة المعوزين. أولا يعني الله سبحانه وتعالى أوجب على كل أمة من الأمم نسيك تذبح قربة وزلفة إلى المولى سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة الحج ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والغاية والمقصد من هذه الأضحية يعني التي هي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام مع ابنه الذبيح إسماعيل، الله عز وجل يقول في سورة الصافات فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. يعني تصور ذلك المشهد يعني الإنسان لما يعني يسلم نفسه للمولى سبحانه وتعالى فكان الله عز وجل كان هذا هو الجزاء أن يهب الله عز وجل ذبح عظيم. أيضا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال له في محكم تنزيله فصلي لربك وانحر. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملح أقرنين أملحين، وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش فحل كريم ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد، والفحل الكريم هو كامل الخلقة، هذا هو الهدي النبوي. أيضا فيما يخص الهدي النبوي في تقسيم هذه الأضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وأطعموا وادخروا، فالإنسان لابد أن يمتثل إلى هذه السنة. بعض الناس يعني إحنا حقيقة الآن يعني كثير من الناس يعني لم يضحي هكذا أكيد. وكثير من الناس للأسف أيضا في المقابل يضحي هو في ساعة من حاله ومن أمره لكنه للأسف يعني أعرض عن هذه الأضحية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من كان في ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. لهذا هي الأضحية هي سنة مؤكدة لكن بهذا الحديث أوجبها بعض العلماء. نعم أوجبها بعض العلماء بدورك تشري الأضحية. نعم هذه لأن لابد من تصحيح الأفهام. ماذا الآن يقول لي أحد الزملاء يعني صديق من الأصدقاء قال له قالوا يعني لو كان ماشي طفل ما نشريهاش هذا والله هذا فهم خاطئ يعني هذه قربة وعبادة. الله عز وجل ماذا يقول؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني الله عز وجل يريد أن يزرع ملكة التقوى في هذا الإنسان دائما. حتى شوف التقوى ذكر حتى في الحج، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب. على ذكر يعني الأضاحي والقربان هو لله تعالى ننتقل للسيدة آسيا اللي عندهم خدمة اليوم البياطرة. سيدة آسيا سبق واستضفناك هنا في بلاتو قناة البلاد كنت تكلمتي لنا على الأضاحي كنت تكلمتي على الوقاية، واش تقدري تقولي لنا اليوم بمناسبة عيد الأضحى للمشاهدين الكرام باش يحضروا المواطنين؟ أول حاجة نقول بسم الله الرحمن الرحيم الناس اللي ذبحوا ايام التشويق معناتها كاين اللي مازال ما ذبحوش غدا وبعد غد ثلاث ايام التشويق هي ايام ذبح اولا كل ايام التشويق الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر كل ايام يقدر يذبح غدا يقدر يذبح بعد غد غدا وبعد غد طاح لك باك سؤال معناتها اليوم اللي ما ذبحش يقدر غدوه يذبح ان شاء الله يذبح غدوه ويقدر بعد غد واليوم يعني الثالث عشر من ايام الاول طاحت لك سؤال واحد اللي ماهوش قادر يذبح أو عيان ولا يخلي الغدوة إن شاء الله ماشي مشكل ويخدم ويخدم بطاقة سيدة أسياف يعني معظم الجزائريين مشكيتش يخلوا الغدوة نكملوا معليش مشكيتش يستنوا الغدوة يعني الجزائريين معروفين هذا ما كان أولا
واش نقدروا نوصوا المواطنين عند الذبح، يهيئوا المكان اللي راحين يذبحوا فيه ويكون مكان نظيف، هذه أول حاجة. ثاني حاجة المضحي الدين والصانع النظافة يكون نظيف، والأدوات اللي راح يستعملهم يكونوا نظاف، ويبدأ وفق الطريقة الشريعة الإسلامية يذبح الأضحية تاعو إن شاء الله. نقول له كي يذبح الأضحية يخلي الدم كامل يخرج، لو علاه الدم هو اللي يحمل الميكروبات ويحمل التوكسين، يحمل مواد التسممات. علاه نصحنا ربي سبحانه بالذبيحة بالذبح ماشي كما الدول الأوروبية، هذه أول حاجة. ثاني حاجة بعد ما يخرج الدم وانا قلنا لهم لافي ديروا له انديات ادريك، معناتها يشرب غير الماء ما نعطولوش ياكل، هذا باش نقصو. يعطيك الصحه، كي نعطولو ياكل الميكروبات يطلعوا في الامعاء تاعو ويتكاثروا، كي يتكاثروا كي نعودو نسلخوا فيه ونفرغوا المعده تاعنا ممكن يعني احتمال كبير نقيسوا الامعاء تاعنا ونقيسوا الدوار تاعنا، هذه هي المنطقه اللي فيها بزاف الميكروبات، الكبد وال يعطيك الصحه. احنا رانا ذبحنا، نعاود يعني راني نبسط الامور، رانا ذبحنا رايحين نسلخوا ان شاء الله، نسلخوا نوفروا الماء، قلت لهم نديروا فيه قطره لوجافيل، هي لحبابه اللي كان عندنا لوجافيل اليمونتير، ما عندناش نستعملوا قطره تاع لوجافيل اللي نستعملوا هذايا، وبين فترة أخرى نغسلوا الماتيريال. نعم سيدة أسيا، ربما دوك نعاودوا نولوا ليك أنت يا الشيخ جزار، كنت تكلمتي لنا على الذبح، نروحوا نشوفوها مباشرة كما نقلتها لنا زميلة سارة أجعود. سبق وقلت لكم أنها اليوم نقلت أجواء الذبح مباشرة من حي باب الواد الشعبي، كلمة فرانس حي باب الواد الشعبي. إذا كان أمكن يعني المخرج نشوفوا كيف أجواء الذبح مشاهدينا ونولوا لكم. صباحكم سعيد مشاهدينا، صحة عيدكم، صحة عيد كل الجزائريين، صحة عيد كل الأمة العربية الإسلامية. متواجدون هنا في أحد الأحياء بالعاصمة بحي الشعبي بواد قريش، أين تبدأ في هذه الأثناء عملية نحر الأضاحي بعدما انتهت صلاة العيد منذ قليل. الأجواء هنا جد مميزة وجد رائعة رغم الظرف الاستثنائي الذي تعيشه الجزائر للعام الثاني على التوالي في عيد الأضحى، كذلك تبقى هي أجواء رائعة استثنائية هنا في هذا الحي الشعبي، كلهم متضامنون ومتعاونون فيما بينهم، وأرادوا إحياء سنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. هناك أيضا بعض العائلات أرادوا نحر الأضاحي في المنازل، وذلك خوفا من انتشار الفيروس أو وباء كورونا، لكن تبقى هي أجواء رائعة ومميزة رصدناها لكم هنا من حي واد قريش بالجزائر العاصمة. صحة عيدكم وصحة عيد الشعب الجزائري والأمة الإسلامية، وإن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهنا، ونطلبوا ربي ان شاء الله يرفع علينا الوباء وربي يشفي جميع مرضى المسلمين. عادات وتقاليد يتمسكون بها الكل هنا له دور خاص، فالتعاون والتلاحم ميزه من ميزات الاحياء الشعبيه، فمن لا يعرف الذبح والسلخ هناك من ينوب عنه. يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله، وان شاء الله الناس قاعده تعيد بخير وعلى خير، ونطلبوا من الناس كما يقولوا كما كتشوفي العيد في الاحياء الشعبيه تاعنا لهنايا، تكاتف بين الجيران بين الاخر، نعيدوا كما نقولوا كاع هذا يعاون كاع يد وحده ان شاء الله، وكما نقولوا نزيدوا نوصوا نقولوا للناس بليك اللي يصيب جاره عاصل يعاونوا، اللي يصيب الاخر يعاونوا، ويعيدوا علينا ان شاء الله ربي بالصحه ولهنا والعقوبه لكل عام ان شاء الله. ماشي كما العاده هاكي تشوفي كما نقولوا المرضى وشويه شغل الناس هي خايفة شوية، مي الحمد لله كما نقولوا شريعة هذه لازم واحد يديرها باش توجور تقعد الأجيال، وربي يجيب الخير إن شاء الله. عيدكم عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. صحة عيدكم، عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، تعيدوا بصحة ولهنا إن شاء الله. صحة عيدكم، كل عام وأنتم بخير، تعيدوا بالهنا إن شاء الله. أجواء مميزة بين السكان رغم الظروف الصحية، إلا أنهم يرسمون أرقى صور التضامن والتكافل في عيد الأضحى المبارك.
مشاهدينا كانت هذه أجواء الذبحة في الجزائر العاصمة. تقدروا أيضا أنتم تشاركونا فرحتكم وكيفاش جوزتوا العيد. نعم على رقم الهاتف، اتصلوا بنا على الرقم ظاهر أسفل الشاشة 023-53-44-44 ونتلقوا تهانيكم. نعم نعم، نولوا لزميلتنا صالح، احكي لنا كيفاش كانت التجربة تاعك على ما أظن هو الحي يعني اللي تسكني فيه انت. حي كليمات فرانس وحي خدمت في حومتي اليوم. يعني ما خدمتش في الدار، خدمت في الحومة كيف كيف. يعني عادة ما نعرفوا أن الأحياء الشعبية عندها نكهة خاصة في الأعياد، سواء العيد الفطر ولا في رمضان ولا قبل العيد ولا في قبل العيد، توجور عندهم هذيك لومبيونس، يجيبوا الكبش بشهر مقبل شهرين مقبل، يربطوه في العمارات ما عندهمش بلا، عندهم الضيق عمارات يجيبوهم بشهر مقبل في العمارات يحطوهم. كيما اليوم في العيد اللي ما يعرفش يذبح يذبحوا له، ما يعرفش يسلخ يسلخوا له، يتعاونوا. كانت روح التضامن دائما عندهم، روح تضامن صغير كبير. يعني ما غيرتو رانا نعيشوا في يعني ازمه صحيه، واغلب العائلات فضلوا انهم يذبحوا في الدار، قال لك تفاديا للوباء وباش ما ينتشرش وباء كورونا، الى ان البعض منهم قال لك لازم حنا نحيوا العادات والتقاليد تاعنا اللي موالفين بهم في الحومه، نذبحوا في الحي ونتعاونوا كيف كيف ويتعاونوا بيناتهم، وكيكملوا تلقايهم ينقوا كامل كيف كيف، ومن بعد العشيه تلقايهم كاع بالشوا كيف كيف، يحبطوا كامل الشوايات وتلقايهم يشوا. يعني اجواء مميزه. هذيك الصوره الجميله اللي نشوفوها في عيد الاضحى فاطمه الزهراء هي هذيك بعد عمليه الذبح، يكون هذاك التسياق الكبير، هذيك عمليه التنظيف الكبيره في الاحياء. نعم هي لازم تخلي واحد الفكر جميل جدا عن الجزائريين. نعم سيده اسيا، ربما كيفاش نقولوا كي تكون يلقاو الماشيه جزء من الماشيه مريضه ولا واش تقدر. انا مازال ما كملتش، بديت نذبح نحبس جيتي مازال ما صح. واش شاهدنا في اعياد سابقه كاين اللي يرفض، تقول له الكبده ديالك شويه ما يتقبلهاش من بعد يقول لك، كي تقول له لا سيزي توطال مسكين يزعف ويقول انا ناكل اخطره في العام تيزيالي ولا غير يا حلال. معليش نكملوا في الحقل. نعم وين نعم وين حبسنا. نعم نوصلوا للسلخ. نعم قلنا السلخ كي نعودوا نسلخوا نتفادوا لو ديبويمون، نتفادوا نمسوا للصوف، نمسوا المناطق اللي فيهم الفضلات، ونروحوا للحم تاعنا في لا بارتي سوبرفيسيال على السطح باش ما تكونش عندنا اون كونتاميناسيون. الخطوه التعفن عندنا تعفن داخلي وتعفن خارجي. نعم سمحي لي سيدتي نعود نقاطعك، ربما عندنا اتصال. تفضلي. اتصل بنا أمينة من ولاية سيدي بالعباس، وحنا بدورنا نتقدموا بأحلى تهاني وتهانينا لكل الناس، كل الجزائريين الغرب الشرق الجنوب الجزائرية الكبير. أهلا سيدة أمينة. نعم ألو صباح الخير. صباح النور سيدة أمينة، عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير، مرحبا بك معنا. صحيتكم صحة عيدك، كل عام وانت بألف خير. أنا نسمعوا فيك. كل عام وانتم بخير. يسلمك سيدة أمينة، كيفاش كانت أجواء العيد عندكم في ولاية بالعباس؟ الحمد لله أجواء رائعة. وأسكو المواطنين التما راهم يلتزموا بالإجراءات الوقائية؟ واه نعم. أي غاية الحالة. أي تسمع أمينة أنت في الاستباع. ربما انقطع الاتصال، نقولها عاودي اتصلي بينا. تفضلي سيده اسيا. قطعنا كلامك. لحقنا للسلخ. نعم للسلخ. كملوا في السلخ. كملي في السلخ. خلاص نفتحوا من بعد نلحقوا، قلنا الادوات يستعملهم في طيف السلخ، نلحقوا للتفريغ الاحشاء. نعم. باش نخرجوا الدوار تاعنا ونخرجوا فوالا لي فيسيغاسيون نسموها حنايا، نخرجوا لي فيسيغ، نخرجوا الاحشاء تاعنا. الدوارة الكبدة الليبوما ناخذوا إناء نقي، نحافظوا نسيو كيف نحافظوا على الدوارة تاعنا والأمعاء تاعنا اللي قلنا هما اللي عندهم أكبر كمية من الميكروبات من البكتيريا بوكو بلوس بوكو بلوس لي بكتيري، هما في الحالة العادية يكونوا أباتوجين ماشي مضيرين، بصح كي يتكاثروا ويولي العدد تاعهم اكثر يولوا باتوجين. وكي نقيسوا بهم الاعضاء تاعنا نزيد ننبه بعد ما نذبحوا ما نفوتوش 30 ثانيه نكونوا سلخنا الكبش. خاصة دوك رانا في الصيف، يعني العيد الأضحى جا في الصيف. نعم. شيخنا ربما واش تقدر تقول لنا، كاين يعني لو ميم يعني لو جور ميم يقوموا بعملية التقطيع الماشية. نعم خاصة في الصيف. نعم هذه الاستشارة هي استشارة بيطرية. نعم بيطرية. نعم هي استشارة بيطرية. نعم تخص الأستاذة. نعم استشارة. تفضلي أستاذة. تفضلي. شكرا. نعم.
فيما يخص التقطيع مازال ما لحقت للتقطيع مازال هو الاخراني راني هابطه بالعقل انا لحقنا لتفويق الاحشاء معليش سيدتي قبل التقطيع لانه اتصالات راهي تتهاطل علينا اليوم مباشره سامحيني مره ثانيه معنا عبد القادر من معسكر اهلا بك عبد القادر الو ام عبد القادر عفوا الو صباح الخير صح عيدك ام عبد القادر يسلمك صح عيدكم وقبل عام جاي ان شاء الله يسلمك كل عام وانت بألف خير ان شاء الله ان شاء الله كيفاش نعم كيفاش قضيتوا الصبيحه هذه تاع عيد الاضحى المبارك والله فوتناها غايه لسيما شويه من الكوفيد وكل شيء أكيد. ما ناقصه شويه بنا ناقصه شويه بنا نعم ناقصه بزاف نعم ام عبد القادر ربما تحبيت هي نعم اكيد سمعي فيا ام عبد القادر الو نعم ام عبد القادر راكي معنا نعم قدمي تهاني تاع تاع عيد الاضحى المبارك كيما كي حابه تقدمي تهاني نقدم تحيه سعيد الاهل تاوعي وكاع لا فامي بالمهنان ان شاء الله كل عام وهما بالف خير شكرا ام عبد القادر على الاتصال نعاود نولوا دائما سيده اسيا ان شاء الله ما نزيدوش نقاطعوها معليش نعم تقطيع تقطيع الاضحيه مدام نعم مازال ما لحقناش تقطيع الاضحيه انا وصلنا وين نحطوا الاضحيه ومن بعد باش نقطعوها نحطوها في مكان وين ما تكونش ما يكونش اكسبوزي وسولي ما يكونش معرض لاشعه الشمس بزاف نحطوه في اوندغوا وين يكون مهاوي مليح اوندغوا وين يكون نظيف ونسيستي عليه واوندغوا وين ما يكونوش حشرات ما يكونوش باش ما يوصلوناش ما تكونش عندنا اون كونتاميناسيون سوبرفيسيال بعد ما ينشف لنا تنشف لنا لا كاركاس تاعنا وطريقه التجفيف تبدا من الخارج للداخل على بالنا بهذه دونك في الحاله في هاد لي كونديسيون كليماتيك درجه الحراره المرتفعه ودرجة الرطوبة المرتفعة نعم. نقول لهم تلت سوايع ربع سوايع يبدا ينشف الكبش هي بكري كنا نقولوا 24 اور باش يبدا الكبش وعلاه في لي زاباتوار ايل بوف ريسبكتي هذه هما عندهم لي شومبر فخواد عندهم غرف التبريد حنا ما عندناش غرف التبريد المواطن ما عندوش غرف التبريد دونك نقولوا له حطهم بعد ربع سوايع هكذاك يبدا التقطيع تاعو والتقطيع يكون بطريقه نعم. مليحه بادوات نظيفه يعني المواطن يقدر يبدا تقطيع الاضحيه ديالو من اليوم يعني مساء اليوم عادي بشكل عادي نعم. جدا نعم نعم, نعم. هي قعدتنا شيخنا نعم اليوم فضل. احنا دائما نقولوا ايام ذكر واكل وشرب نعم. احنا نهتموا بزاف نعم. بالاكل والشرب في هذه نعم. الايام نعم. واش تقدر تقول للمواطنين اللي يغفلوا يعني يتبعوا غير الاكل الشواء يعني تكون حتى التخمه يعني طبعا الله سبحانه وتعالى يقول هذاك الإسراف للمدرب يقول واذكروا الله في أيام معدودات الأيام المعدودات كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هي أيام التشريق وأيام التشريق قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى فالآن أكيد الإنسان حين يرى ألوان وأصناف الأطعمة والمشتهيات على المائدة أكيد هذا سيصل به إلى التخمة لا محالة حبيب يقول الإنسان يأكل فوق حده والله سبحانه وتعالى نهانا عن هذا الأمر الله عز وجل يقول في محكم تنزيله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا نعم الإسراف هو الزيادة عن الحد وهو الخروج عن الحد لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه إن كان فاعلا ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وتصور الآن الدراسات الأوروبية والأمريكية على هذا الحديث يعني كثيرة جدا ومبهرة يعني حديث عظيم جدا فالإنسان لابد أن يكون وسطا وعدلا حتى في أكلته يعني الاقتصاد الآن الثلث الأول للطعام والثلث الثاني للشراب والثلث هو للنفس لأن الإنسان إذا قطع النفس هذا يعني يسبب له التخمة والتخمة كما هو معلوم أنها منشأ لكل الأمراض لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يرشد إلى الحارث بن كلدة
الحارث بن كلادة هذا عاش في الجاهلية فترة وعاش في الإسلام فترة، وقيل أنه توفي ولم يسلم، وهو صاحب المقولة المشهورة: المعدة بيت الداء والحمية أصل الدواء وعود كل جسم ما اعتاد. فتصورنا المعدة كما ذكرت الأستاذة البيطرية في البداية، قالت بأن كل الميكروبات وكذا يعني تكون في المعدة، بيت الداء يعني هي كل شيء، منشأ لكل الأمراض تقريبا، والحمية والرجيم أصل الدواء وعود كل جسم ما اعتاد، يعني يكون معتدل في أكله، خاصة أنه هذه الأيامات حنشوفوا أطباق قاعد تكون باللحم. نعم باللحم، نعم يكونوا طبعا هذه نعم، فالإنسان نعم ما يكونش ما الإنسان لابد أن يقتصد وأن يكون وسطا وعدلا حتى أقول لك في أكلتها إن شاء الله. شكرا لك شيخ. نعود نولو لزميلتنا سارة أجعود. سارة، ربما اليوم بمناسبة العيد عائلتك راهي تشوف فيك، لازم تهاني، قول لهم صح عيدكم لكم أنتم أولا، صح عيد كامل عمر قناة البلاد، صح عيد ماما شاهيناز، يسرى، شيماء، آية، وسام، خالاتي وخوالي كامل، كل عائلة لونيس، هكا باش ما ننسى حتى واحد، تقول الاسم تاع العائلة باش واحد يقول لي نسيتيني، خالتي نادية، خالتي نعيمة، نقول لهم كل عام وانتم بخير إن شاء الله والعقوبة العام الجاي. أنا تاني عبد الرحمن نغتنم الفرصة ونتقدم بتحياتي لعائلتي، الوالدة، الإخوة توعي، أيضا زوجة خالي توفى لي ما عندوش بزاف ملي تولات عطا آسيا، قولها نعم زوجة خالي الحاج رباح صفاح، ربي يرحمه ربي يصبر أولاده عليه. أسماء كنتي ضيفة خفيفة، أسماء سارة عفوا كنتي ضيفة خفيفة اليوم وضريفة معانا، شرفتينا يعني شرفت قناة البلاد أنها دارت مباشر، خلت أجواء العيد مباشر عملية الذبح من حومتها. لا تحيا أيضا كان الزملاء اللي كانوا اليوم نعم. حتى اللي كان نعم. مع كادرر نعم بلا ما ننسوا كادر نعم. دحون وجهه تحية أيضا بلا ما ننسوا رجال الخفاء أسامة مامي، أمين، أنيا، شفيقة اللي راهم واقفين معنا، أيضا المخرج مومو اللي يهديها البنت ديدين نعم مومو عفوا مومو المخرج قال لك نهديها لبنتي مرام، سبقنا وليد آدم أيضا لعائلته الكريمة، وبلا ما ننسى أيضا ديدين اللي يهديها للزوجة الكريمة، أنا أيضا نقدم لها تحياتي من هذا المنبر. كل عام وبنته إيلين على ما أظن إيلين نعم. دوكا مشاهدينا نروحوا للفاصل ونوصلوا معكم قاعدتنا. خرج وسار من الخيام وتتبع فيه تبعت وتزيد في السلام لولدها الفريد لولدها الفريد من الصادقين الله يرزقنا الصدار رسول الله. لا إله
بالجنة فاز بالجنة ويكون في جوار رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلبي ولساني من قال الله الله محمد رسول الله فاز بالجنة فاز بالجنة ويكون في جواري رسول الله. والله محمد رسول الله فيها غاني فيها غاني اجعلها يا ربي في قلبي ولساني من قال الله الله محمد رسول الله فاز بالجنة فاز بالجنة ويكون في جواري رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله فاز بالجنة فاز بالجنة وياكم في جواري رسول الله وياكم في جواري رسول الله وياكم في جواري رسول الله. والله شكرا جزيلا فرقة الجزائر البيضاء الفنية. عودة مجددة لكم مشاهدينا في الجزء الثالث والأخير من حصة العيد أو عيد الأضحى المبارك. راح تلقاكم بعد حين الزميلة أسماء لبحي والزميلة وليد مرجاوي. نعود نقول لكم مرحبا بكم فرقة الجزائر البيضاء الفنية. عادل مرحبا، كل عام وانتم بخير إن شاء الله. شكرا لكل قناة البلاد، لكل الجزائريين خاصة والأمة الإسلامية عامة، ينعاد علينا وليكم بالخير والهنا والبركات إن شاء الله. وإن شاء الله ربي يرفد علينا الوباء وكل عام إن شاء الله الجزائر مزدهرة. ما راكش وحدك عادل، رانا مع الفرقة، يعني ما رايش الفرقة يعني كاع هنايا كاين مغيبين. البركة في اللي يحضر. أكيد أكيد. نعم كالعادة يحضر معها أخونا حكيم ياسين وعبد الله بن دادة، رافقتونا في العديد من المناسبات الدينية عادل. أكيد واليوم أيضا مناسبة وفرحة نكونوا حاضرين مع قناة البلاد، يعني دائما اللي تحفزنا وتشجعنا وتشحن البيبان. نقول لكم نعم أيضا يحضر معنا مشاهدينا في هذا اليوم المبارك حمزة. حمزة عينوش ناشط جمعوي. شكرا على الاستضافه. كل عام تبقى بخير، سعداء كرام الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم ان شاء الله ولكل المشاهدين ان شاء الله. امين. كما راكم تشوفوا مشاهدينا احنا العيد اليوم علاش نجوزوا وحدنا؟ مقبل كانوا هما ثاني يشتكوا باسكو نجوزوا على المباشر على جال يعني دوك نكملوا كامل. نحبوا ندخلوا البسمه في نقاسموا المواطنين المشاهدين تاعنا. نعم فرحه العيد. نقاسموهم فرحه العيد. نبداو بحمزه. ربما حمزه انت كناشط كثير في الاونه الاخيره. نعم حمزه كناشط جمعوي، وشنو الاعمال اللي قمت بها مؤخرا بمناسبه عيد الاضحى المبارك؟ حتى في ظل ازمه كورونا يعني. نعم هي شخصيا نهضر على نفسي انا، بديت ملي بدات الموجه الثالثه تاع الوباء سخرت نفسي غير للمرضى ولجمع اجهزه التنفس. نعم مكثفات اكسجين. احنا في الجمعية عندنا مكاتب اللي قمنا باقتناء أضاحي العيد وتوزيعها للفقراء والأيتام والموزعين، لكن شخصيا أنا ما قدرتش ندير والو لأنه الاتصالات راهي تلحقنا بالمئات ماشي عشرات بالمئات يوميا. الناس بحاجة لأجهزة الأكسجين. أجهزة الأكسجين
ما قدرناش نريحو باش نخمو في امر اخر. والصعوبات اللي كنت تلقاوها اسكو مفقود الجهاز ولا غالي الجهاز ولا زاد سومته؟ والله الجهاز. غير كلش كاع هادوش هضرتهم كاين راه مفقود سومته. ما عندهاش 15 يوم ولا 20 يوم كان يدير تاع 5 لتر كان يدير 7 ملايين 7 ملايين او دوك كي تصيبو 11 مليون 13 مليون كي تصيبو وتاع دي لتر كان يدير 13 مليون او اللي يدير 20 25 28. كيفاش تتعاملوا مع هذا خاصه كاين بزاف مرضى اللي راهم بحاجه للجهاز؟ والله شوف على بالك واش اللي يضيق لك. درنا طمينا دراهم من بعد تروح تشري ما تصيبش. لحقنا وين الناس تلقى ناس فقير يسلف يكون باباه ولا يمه مريضه ولا فهمتو يسلف كل شيء باش انت دوك تسمع باللي كان يدير 7 ملايين ونص تسلف 7 ملايين ونص وبس باش تقدر تلقى 10 تلقى 12 تلقى 11 ولا 12 ومن بعد ما تصيبوش. والله غير الاوضاع ماناش حابين نخسروا قاعده العيد على بالي. نعم لو كان فقط نسالك حمزه كيفاش تتم عمليه جمع يعني المساعدات او التبرعات في ظل دائما في ازمه كورونا كيفاش راكم تجمعوهم؟ ربما يعني ايضا منا تقدر توجه رساله للناس اللي حابه تساعد كيفيه. احنا قمنا درنا في الموقع التواصل الاجتماعي درنا نداء مام في مواصل التواصل الاجتماعي موقع التواصل الاجتماعي ومام في التلفزيون جينا لهنا حضرنا في قناه البلاد ودرنا نداء. كاين ناس تعاوننا تتصل بينا عندنا كونت بونكار اللي نمدوه لهم يلقاوه في الصفحه تاع الجمعيه تاع المؤسسه الجزائر المتحده وثاني تولي يعيطوا لنا حنا نروحوا ليهم ننتقلوا. كاين اللي ما يقدرش يعجز ولا ما عنده صعوبه للتنقل حنا نروحوا نتنقلوا عليه. قلت لك طمينا دراهم وانا نشريو فيهم. الحمد لله الان عندنا اكثر من 100 جهاز لكن كلهم عند المرضى. صباح برك صباح قتانينا جهاز وصباح مدينا جهاز المرض. في العيد عندنا لجنه تاع اللي محكمين هاد لي كونسنتراتور دوكسيجين اللي راهم يسيروا والله ما راهم يريحوا. نعم ربما لو تحدثنا ايضا عبد الرحمن عفوا هو اليوم كما قلت انت مانيش حاب نخسر لكم فرحه عيد. حكينا شويه على اجواء العيد الاضحى كيفاش كان توزيع ربما الاضاحي كيفاش كانت مساعدتكم للناس المعوزه والفقراء تفضل. نعم هي الفرحه تاع هذاك المحتاج ولا هذاك اللي راح يدي الاضحيه هذيك ما نقدرش نوصفها لك. فرحه كبيره خاصه كي يكونوا عنده دراري بزاف يفرحوا به تشوفيهم يتجاراو طبق خاصه كي ما يكونش ينتظرها يكون شي يومين قبل العيد وثلاث ايام تفاجئوا باضحيه عباك تخلوا واحد البهجه كبيره جدا. شوف هذاك الاب هذاك ديجا تنحي له واحد الغمه تكون عنده يقعد يشوف يلقاو لي والله غير صعيبه والله مانيش قادر عباك تشوف انت الولد هذاك الصغير يبدا يلعب بالكباش مع اصحابه وما عندوش. هي صح هي سنه وحاجه تاع تما ماهيش حاجه تاع بصح الدراري ما يفهمش بلي هذه سنه وبابا ما عندوش يشوف عندهم كيفاش لازم يكون عندهم ما عندهمش كيف. الحمد لله قدرنا اللي قدروا يلحقوا له لحقوا له اللي ما قدروش ربي يتقبل ان شاء الله ربي يتقبل وربي يقويكم ويقدركم على فعل الخير ومساعده الغير. نذكروا بالرقم فاطمه الزهراء هو رقم اللي يطلبونا فيه المشاهدين باش يقدموا تهانيهم 023 53 44 44 نتلقوا تهانيكم بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نعم عادل والفرقه او فرقه الجزائر البيضاء الفنيه هما ثاني شاركونا اليوم فرحه العيد. حضرتوا شويه صباح اجواء العيد مع عائلتكم؟ انا الحمد لله شويه وقت لا الحمد لله خليتونا الوقت لاباس. انا ككل العائله الجزائريه وكنقولوا حنا انا مثلا على نفسي نتسمى ابن حي شعبي المراديه ولا المدنيه نشوفوا يعني ما نقولوش قعدت البنا كي زمان مي خاصه في ظل الجائحه شويه ناقصه ولكن الحمد لله تعاوننا دائما نتفائلوا خير. وكي قلت للاصدقاء تاع الحي يعني ولاد حومتي قلت لهم عندي تسمى استضافه لازم نكمل باش نروح يعني الحمد لله عاونوني نعطي لهم تحيه نقول لهم عيدكم مبارك ان شاء الله و يعني كاع اعضاء الفرقه كاع بيناتنا في التليفون صباح كل واحد وين. انا والله البارح شويه تعبنا في رحله البحث على نعم نعم اكيد. عبد الله فقط قبل ما تحكي لنا على رحله البحث عن كبش نروحوا نستقبلوا مكالمه من الجنوب مكالمه عزيزه. نعم عبد الكريم من جانات من الجنوب الجزائري الكريم مرحبا بك عبد الكريم عيد مبارك. الله يسلمك تحياتكم كل عام انت بخير يا عبد الكريم. تحياتكم فاطمه
عبد الكريم تابعتنا من الصبيحة. والله ما نتلافي. قلت لك تابعتنا من الصبيحة. يعني تابعتنا منذ بداية هذه الحلقة حفلة العيد. من متابعين. نعم. عبد الكريم كيفاش كانت أجواء العيد عندكم؟ في جانات. في جانات مع يعني الحرارة. والله أجواء رائعة. الحمد لله. الحمد لله. والله نعمة. ربما حبيت تقدم تهاني للعائلة ولا تفضل عبد الكريم. أقدم تهاني لجميع الأسر الجزائرية. تفضل تفضل. وصحة عيدهم كامل ان شاء الله. شكرا جزيلا كريم، وحنا بدورنا نقدم لك تحياتنا وتحيه الطاقم العامل معي محيو في الاخراج ديدين اسلام مريم مرزاق بلال بكايه. نعم بلال بكايه زكريا شباطه ايضا غيلاس بلا ما ننساو اسامه مامي يعني هي القائمه كبيره. ايضا نتحي زميلاتنا حياه عمران وزينه تامري هما ايضا كان لهم مساهمه. نعود نولوا مشاهدينا لعبد الله. نعم عبد الله بن دادا من فرقه الجزائر البيضاء الفنيه. احكي لنا على رحله البحث عن كبش. تفضل عبد الله. يعني بحكم العمل يعني ما عنديش الوقت باش نخرج دائما في المساء. ما كانش الوقت باش رانا نحوس على كبش. ما عاونكش عادل. لا هو في الشرق ولا الغرب. يعني ما صراحة هذا العام كان يعني غلاء فاحش. فاحش نعم. مقارنة بالعام اللي فات. يعني كبش تاع 4 ملايين تلقاه ب 6 ملايين. يعني صعبت لنا يعني صعبت لي بزاف باش لقيت كبش يعني حتى بعد صلاة العشاء. يعني ساعة على الصلاة. البارح في الليل بعد صلاة العشاء باش قدرت نقتني كبش. يعني في الساعه في اللحظات الاخيره اللي تروح يعني الكباش الكبار قال الله يبارك تلقاهم داوهم تلقى غير هذاك القطوطه الكباش هذوك الصغار تلقى الرخله هذيك الحمد لله واحد يتقرب حتى السعر كان مرتفع يعني في الساعات الاخرى يقول يعني لك بعد العشاء يعني الناس خلاص خلاص يبيعوا يعني كان السعر مرتفع الحمد لله يعني طاحت فيه واحد ويعني الحمد لله ساعدنا ربي يتقبل ان شاء الله. وصباح يعني رقدت جاك ساهل ذبيحه كي صغير اليوم والله ما ذبحت لا كبش يعني كان ما شاء الله كبش ما شاء الله ذبيحه ما شاركتش يعني اول عام يعني ما شاركتش نهائيا في الذبح تاع الكبش ولا قلت لك البارح سهرت وزدت الصباح صبحت يعني نط بكري نعم رقدت يعني كي جيت في النهار يعني وصلت لهم الكبش حطيته لهم قلت لهم خلاص يعني الباتري تاعي ما نقدر نزيد والو لقيت مباشرة تنط لقيت الكبدة واجدة الوالدة الله يبارك ان شاء الله بغلى تحية من هي والوالد على ديك الكبدة نروحوا نسمعوا لكم حاجة خفيفة اكيد تفضلوا نعم طاعة رب العالمين الباس جديد الكل فرح وسعيد يشكر رب العالمين اليوم العيد فرحة تكبر وتزيد طاعة رب العالمين الباس جديد الكل فرح وسعيد يشكر رب العالمين تكبر وتزيد طاعة رب العالمين الباس جديد الكل فرح وسعيد يشكر رب العالمين
زيد طاعة رب العالمين. البس جديد الكل فرح وسعيد يشكر رب العالمين. اليوم العيد فرحة تكبر وتزيد طاعة رب العالمين. البس جديد الكل فرح وسعيد يشكر رب العالمين. اليوم العيد فرحة تكبر وتزيد طاعة رب العالمين. يعطيكم يعطيكم الصحة عادل عبد الله وكاع ليكيب. حمزة ككلمة أخيرة واش تقدر؟ كنا حابين نستغلوك. هو احنا تشرفنا بحضورك معنا انت نشيط جمعوي. نعم شباب العاصمه. نعم نعم نعم. جوج كلمتين. كلمه تفضل. نمدها لتجار الازمات اللي دايرينهم انه اخوتنا في الدين واخوتنا في الانسانيه. نقول لهم ماشي على ظهر المرضى تعمروا جيوبكم وتصنعوا ثروات ثروتكم. نقول لهم اذا غاب عنكم الدين ما تخلوش الانسانيه تغيب عليكم. صحيح. رجعوا للمعقول. دوك حنايا عندنا دوك ماشي بالدوبل وبالتريبل تما ديروا الثروات تاعكم بلا. والميساج ثاني نقول لكل المشاهدين صحه عيدكم تقبل الله منا ومنكم. من هذا المنبر نحيي العائله الكبيره والصغيره وكل اللي نعرفهم وبارك الله فيكم. ثم ايضا دمتم ذخرا للجزائر يعني أكيد. اعمالكم الخيريه هي اللي تتحدث عليكم. عدل كلمه اخيره. ماذا نقول لكم؟ شكرا على الصحة. القعدة الحلوة. نعم هي كانت قعدة خفيفة لكن سرت قلوبهم. يعطيكم الصحة تعيش ربي يجازيكم كل خير. نبعث تحية لكل عائلة تواتي داخل وخارج الوطن بينهم يعني على راسهم بابا ويما خياتي وكل عائلة يعني أعضاء الفرقة يعني كاين العضلة وغايب حمزة دهيمي نوجه له تحية كبيرة. كل سكان بن سرور ولاد حومتي اللي كانوا معايا الصباح يعني في الذبيحه امين وعائله وادي وكل يعني من للو حمزه وايوب ولافامي احمد لافامي بو طالب لافامي سامر ثاني ولاد حومتي كاع تسمى اللي يعرفوا حمد عادل في المراديه في صالون بي يعني صحابي جاهد كل عائله اكليل الياس على راسهم بابه ويماه عائله عنساني وعائله كلال كاع اللي يعرفوا احمد عادل داخل وخارج الوطن يعني اللي استا كبيره ما تخلص واللي نسينا يعني صور الغزلان ثاني كاين عائله خالدي وعائله كحل وكاع اللي يعرفونا يعطيكم الصحه. نعم احنا ثاني نوجه لهم تحيه نقول لهم صحه ربي يجزيكم كل خير ان شاء الله. نعم تفضل عبد الله. عبد الله بدوري نوجه تحياتي للوالدين الكريمين خاوتي خياتي عمومي عماتي خالاتي اخوالي يعني بدون ذيك الاسماء باش واحد ما يزعف حتى نسى ابناء العائله اللي بدات تكبر ابنائهم نوجه لهم تحيه نقول لهم صحه عيدكم وكامل اصحابي اللي يعرفوا عبد الله بن دادا نقول لهم صحه عيدكم وتقبل الله منا منكم ان شاء الله. ياسين يعني صحه عيدك كل عام وانت بخير. احنا ايضا نوجه تحياتنا لوالديكم حكيم لعائلتكم نقول لهم عيد مبارك كل عام وانتم بالف خير. كاين نسيم بالغلم او جابونا نفطروا نقولوا له صحه عيدك نسيم عمي حسين زوجته سهيله وعائله فنزي صابر حسن سيرين نعم. ونوفل نقول لكم كل عام انتم بخير وكاع اللي يعرفونا وكاع اللي ساهموا باش درنا تحية ايضا لعمي حسين كان يطلع لينا من البالكون حتى الماكيوز يعني كاع الفرقه اللي كانت سهره باش تقوم صفيان حاجي وكل طاقم العامل منذ الصبيحة نقول لهم كل عام وانتم بخير لك شرف نعم. الختام أنا أيضا نعود نقول عائلتي عيدكم مبارك كل عام وانتم بألف خير. مشاهدينا إن شاء الله كنا ضيوف خفاف عليكم صحة عيدكم مرة أخرى عيد مبارك ما ننساوش أن نساعدوا الفقراء واليتامى والمعوزين أيضا تلقاكم زميلتنا أسماء لبحي وليد مرجاوي بعد حين إلى اللقاء. سلام. ما كان مثلك قليل من الصادقين من الصادقين الله يرزقنا الصبر الله يرزقنا الصبر لنا أجمعين.